فرصتين متتاليتين لمصلحة المزاريطة كلهم في أخطاء من هجرس، لكن بتتلعب ركلة المرمى وهجرس بيجيب جول. هجرس بيجيب جول ولكن هدف عن طريق النيران الصديقة سجلها بمرماه. أول كورتين لعبهم قصيرين ضيعهم العتر، لكن النتيجة هدف مقابل لا شيء. هو بيعمل كده ليه أصلا؟ مش كل النفوس بتشترط الفلوس. 10,000 جنيه يا ابن الواطي، ده انا لسه يا عم بشكر فيكوا يا عم، وبقول للراجل ولود المزاريطة ما يبيعوش بلدهم ولو بكلوز الدنيا. متى قلت الكلام ده؟ قبل الفلاش باك اللي احنا فيه دلوقتي. اه يعني لسه ما قلتش؟ لا لسه. طب خلاص 10,000 جنيه. لا انت طلعت مش سهل يو، مش سهل، عامل زي المنشاق طالع واكل نازل شارب، ضحك باكي داهن نايم، سارق نهاب فاضل شاكر، شوقي شامخ طارق حام. ايه القصد دي؟ اتدمعوا مع بعض ازاي؟ الفلوس، الفلوس يا سحزلقوم. قال له واحد ملوش تاني، في العد ثلاثة، على القسم أربعة، في العين خمسة، سقف الله العظيم سكسة، العاش على سبعة، نخلص ثمانية، نركب تسعة، نوصل عشرة، لو زحمة عشرة ونص. ايه؟ ايه؟ ايه كمية الأحداث اللي حصلت في أول باكو دي؟ انت لخبطتني يا عم، شكلي عيد تاني.